بعد ما عملنا محشي اليقطين والكوسة أكيد هلأ رح نعمل رز باللبن، لكن قبل ما نعمل رز باللبن رح نجاوب على السؤال اللي سألناه قبل الفاصل. بس اقري الاول المقادير وبعدين انا حابه اعمل الكيكه الاسفنجيه، ليها كتير اسباب تبوظها فانا حابه اعملها فان شاء الله نعملها، بس انا مش عارفه الخميس الجاي اعمل، لانه عايزين الوصفات دلوقتي في الاداره. بس ممكن يكون مثلا اكتر من سبب زي ما قلتي انت، اسباب ممكن يكون البيض ما اتخفقش كويس، ممكن تكون حراره الفرن مش مظبوطه، ممكن تكون كميه الصينيه مش متناسبه مع، قصدي حجم الصينيه مش متناسب، مش هو ده الحجم اللي المفروض تتحط فيه الكيكه، ممكن الطحين نفسه ممكن اقل من الكميه، ما هو ممكن تكون المقادير نفسها غلط. فعشان كده احسن حاجه ان احنا نعملها هنا. بس انا بقول لك مش عارفه المره الجايه اعمل الكيكه الشيشانيه ولا اعمل البوظه العربي. طيب احنا رح نعرف اكيد شو اللي حنعمل الاسبوع الجاي منكم، انتوا اذا اتصلتوا خبرونا شو اللي حابين انكم غدا تعملوا يوم الخميس. يلا المقادير، بحاجه لرز الحليب بحاجة لنص كوب رز، 1 لتر حليب، 1 كوب ماء، 1 كوب كريمة، 1 ملعقة كبيرة نشا وفانيلا، ومحتاجين للوجه بوزة ومكسرات وقشطة. هاي بس للوجه. طيب هلأ شو عم تعملي غادة؟ حطينا لتر الحليب أوكي، ودي كوباية الكريمة اوكي، بس هناخد شويه من الحليب نحطه مع علشان ندوب فيه النشا اوكي، ونحط ده على النار، بس هو مش معلقه نشا، هو معلقتين نشا مش معلقه. طيب مي فلاور يا مي، بس ما فهمت شو اللي بدك اياه بالضبط، تعملوا الايش مش عارفه ايش هاي اللي طالبتها. سوفليه طيب بس دلوقتي النشا مش معلقه، النشا معلقتين معلقتين مش معلقه واحده، فاحنا هنحط المعلقتين النشا هنا، وعندنا الحليب انا سلقته مع الميه فهو خلاص استوى وفضلت الميه، يعني انا بخليه لغايه ما الميه بتاعته يشربها كلها علشان زي ما هو بالنشا اللي فيه كمان هتمسك هتخلي الرز يتماسك يعني. حلو. طب في احيانا بتحس انه النشا ما عمل نتيجه كتير، زودي شوي، ممكن نزود وهي سخنه الحليب؟ لا يمكن، لا يمكن، لا هتلاقي كور بقى عايمه. شو هنعمل فيك حالك؟ بردي شويه بقى، دوبي شويه بره بس مع معلقتين حليب او معلقتين ميه. ممكن نحط على حليب سخن؟ لا ما ينفعش تحطي حليب ما ينفعش تحطي اي حاجه سخنه على اي حاجه بتتدوب خالص، وبالذات النشا والدقيق والحاجات دي على طول بتكلكع على طول. طب فينا نحط النشا من غير ما ندوبه بحليب، دغري نحطه على المخلوط؟ ممكن. ممكن، بس انا لان ده خلاص حطيته على النار. اوكي فاهو هنا النشا عندنا داب، هنحط السكر. السكر طبعا بتحطوه وبعدين لما بيغلي بتدوقوا اذا هو ده السكر بتاع، يعني ذوقكم انتوا والعيله، انتوا واهل البيت، ولا انتوا بتحبوا السكر اكتر من كده، فلو بتحبوه اكتر طبعا بتزودوا. شروق الشمس بتصبح عليكي، ومريم الفقير شكرا. مريم جميله، واحمد بوس حابين يعملوا لنا نعملهم كوكتيل احمد ان شاء الله، هنعمل حلقه كامله عن العصاير. بس حتى امبارح بالليل كنت بفكر يعني حلقه العصاير دي يعني ممكن هنا يعملوا انتفاضه، فقلت روح تجيب لهم سندوتشات معاه وهو جاي. بالظبط. لا اسحك بس عصاير اكيد، لا ما ينفعش صح. بتوفي. اوكي ديالا من السعوديه، ممكن اعمل، تسال سؤال، ممكن اعمل معجنات بطحين اسمر او يكون جزء من طحين اسمر، وكم لازم تكون كميه المي؟ لا كميه الميه دي انت اللي بتحسيها، يعني انت بتشوفي الـ يعني الميه قد ايه اتشربت معاكي في الـ يعني بتحطي ميه لغايه ما تبقى العجينه لينه وفي نفس الوقت ماسكه نفسها، يعني لما بتحطيها ماسكه نفسها مش بتفرد وما بتبقاش في نفس الوقت العجينه جامده، فكميه الميه دي كل دقيق وكمان كل نوع دقيق بيمتص ميه بنسبه غير الثاني، صعب تحددي كميه الميه ابدا. صباح الخير يا هديل. هديل صباح الخيرات. يا هلا
كيف حالك رندا؟ أنا منيحة، أنت كيفك؟ والله الحمد لله بخير، برنامجكم رائع جدا. رائع بوجودكم معنا ومتابعتكم إلنا. الله يخليكي، تسلمي يا رب. أهلا وسهلا. نقدر نحكي مع الشيف غادة لو سمحتي؟ معاكي غادة. صباح الفل. صباح الفل غادة، كيف صحتك؟ أنت يا أخبارك؟ والله تمام الحمد لله، أنا صبحت عليك اليوم على بريج بتاعتك وهي هون على البرنامج. يا صباح الفل، الله يخليكي، أخبارك الله إيه؟ الله يخليكي، والله الحمد لله بخير. أي ممكن طلب شيف غادة؟ تفضلي. ممكن تعملي لنا شي يوم كيك في الآيس كريم؟ هنعملها طبعا، لازم نعملها. بس طب انت بتوعدينا ان شاء الله. بصي انا مش عارفه الاسبوع الجاي يمكن نعمل البوظه العربي او الكيكه الشيشانيه، والاثنين هنعمل اللي ما عملناهوش يوم الخميس. ممكن على الخميس اللي وراه نعمل الكيكه بتاعه الايس كريم. اها طيب ان شاء الله، بس خبرينا قبل بوقت مشان نجهز المقادير. ماشي اوكي، شكرا. أوكي. يا هدي شكرا كثير لكم، منورين. اهلا وسهلا. شكرا، مع السلامه. خلاص هنحط النشا والحليب اللي دوبناه في الحليب. اوكي خلينا ناخذ هذا الاتصال معنا. زهور، خدي انت غادة. يا زهور هلا، كيفك غادة؟ ايه كيفك انت؟ الحمد لله مستقيت لك، شو اخبارك؟ تمام الحمد لله، انت ايه اخبارك؟ والله الحمد لله مستقيت لك. كيفك رندا؟ انا تمام الحمد لله بخير، انت شو اخبارك؟ والله الحمد لله. انا بدي اعلق على هدير، البرنامج مش رائع، انتوا الرائعين، دائما بتقدموا شغلات كثير رائعه. شكرا حبيبه قلبي، تسلمي. الله يسعدكم. الله يا رب يخليكي. شكرا لكم كثير، يعطيك العافيه غادة، شهدينا بالمحاشي. الله يخليكي. الله يخليكي. انا بحب المحاشي كثير، بس عندي بالبيت أعمل إضراب ما بحبوه. شو طابخة اليوم زهور؟ شو طابخة اليوم؟ أنا اليوم بدي أعمل والله كبسة. كبسة؟ يا عيني. على أي طريقة؟ على طبعا طريقة شيف غادة. يا رب يخليك، يلا اعمليها وقولي لي الأخبار. إن شاء الله حبيبتي، شكرا لك. وطبعا بدنا إحنا تعملين لنا عصائر وبوظة عربية. يا الخميس؟ إن شاء الله. طيب ماشي. شكرا. شكرا لك حبيبتي، يعطيكم العافية. الله يعافيك. طيب ده بنفضل طبعا لازم نقلبه. أوكي. لغايه حطيت الرز مسلوق. اوكي حطيت الرز المسلوق. اوكي دلوقتي في اللي بيحب يحط مستكه، ما طبعا ما يحطوش كتير. انا ما سؤال. هلا ممكن نحط الرز مش مسلوق وينسلق مع الحليب؟ انت بقى هو اصل اللي هتقعدي كتير قوي، لانه اصلا بياخد وقت ليغلي الحليب. لا هتقعدي كتير يتسلق في الحليب، يعني هو بياخد وقت اقل وهو بيستوي في الميه اكتر مما هياخد في الحليب. بعدين الحليب لو سلقتي فيه الرز طول ما انت قاعده لازم تقلبيه، لان الحليب ممكن يتشعط من تحت. الميه لا. فهو اسهل، يعني بيتسلق في الحليب بس اسهل يتسلق في الميه. طب لاحظتك ما ضفتي له حتى ميه الرز، ما ضفتي؟ ما هي ميه الرز جوه الرز. يعني هي جوه الرز نفسه. فضلت فيه. اوكي علشان انا مش عايزه اضيع طعم ال، يعني علشان يفضل فيه الدسامة بتاعت الكريمة والحاجات ده لسه دلوقتي. استني. اوكي المستكة اللي بيحب يحط مستكة، يعني يدوب فصين ثلاثة بس عشان ما يمرمرش، وطبعا بالمعلقة مع شوية سكر بنكسرها وبنحطها. بس انا مش هحط. ليه؟ نحط؟ هندوقها. وفاء، صباح الخير يا وفاء. صباح الخير. يا هلا، اخباركم؟ احنا بخير، كيفك انت؟ الحمد لله، الله يسلمك. احنا مبسوطين مدام انتم موجودين. عم تعمل لك غادة طريقة المستكة مع السكر. يسلموا ايديها. تسلمي. علني وفاء، شو اخبارك؟ والله الحمد لله. شو عامل اليوم طبيخ؟ اليوم كبسة كمان والله. كبسة. اوف، امبارح عملتيها شيء اول مرة الماضي؟ عملتها يوم الخميس باين؟ الخميس الماضي عملتيها؟ ألف هلا وشفا، يسلموا إيديك. تسلمي. بدي منك طريقة عمل الدجاج المحشي. عملنا وصفة كتير لذيذة، تخشي على اليوتيوب تشوفيها. أيوة، اكتبي بس أو على موقع رؤية أو على اليوتيوب غادة التلي الدجاج المحشي. طيب بدنا الكراوية كمان. عملناها الكراوية كمان. اكتبي غادة التلي الكراوية. ايوه تسلمي ان شاء الله، يسلموا ايديك. تسلمي، الله يخليكي. اهلا فيك. اهلا، تسلمي. شكرا لك. بصي اهو ابتدى يتخن. اوكي. ابتدى يتخن معانا، لازم طبعا زي ما قلت لما يبتدي يغلي. دلوقتي احنا الرز لسه تحت. لما يبتدي يتخن معانا اكتر هتبص تلاقي الرز ابتدى يعوم. فاهمه ازاي؟
طيب هلا الغاز قد ايه رايك بقى انت تقعدي تقلبي اوكي بس وانا اجيب اللي انا عاملاه من الاول. عايزه اسالك يا غاده نعم بتكون معليين تحت الغاز كتير ولا يكون وسط؟ لا انا عاملاه وسط عندك علشان برضو الحليب ما يتشعدش من تحت. بنحرق من تحت. خلينا ناخذ اخر اتصال في حلقه اليوم. معنا ميسون. ميسون صباح الخير. كيفك؟ انا بخير تمام. كيفك انت؟ الحمد لله نشكر الله. شو اخباركم؟ احنا تمام الحمد لله. شو رايك اليوم تعملي لنا رز بحليب؟ والله كنت عملته قبل يومين بس انا حطيت ماء زهر. هون ما في ماء زهر. لا ما حطيتش ماء زهر. هتشوفي دلوقتي هنحط عليه حاجات من فوق يمكن ما تمشيش قوي. يعني اللي عايز يحط يحط بس طبعا كل واحد حر. يعني انا ما بحطش. بس حبيبتي حبيبتي غاده نعم المحاشي انا بحط عليها هيل ناعم. لا ما بيتحط يعني زي ما قلت كل عيله وليها طريقتها. احنا ما بنحطش عليها هيل. عايزه تحطي وبتستسغيه انت الهيل معاها حطي عادي. يعني في مصر مثلا المحاشي بتتعمل بطريقه مختلفه خالص. بيتحط لها بصل وبقدونس وكزبره حلوه وممكن بالهيل بتطلع حلوه. احنا النهارده عملناه كده والاضافات بقى من عندكم طبعا بتديها تخليها احلى. يعني بس طعم الكمون يعني انا استغربت شوي الكمون اللي بتحطيه. بصي هو كده دي المحاشي المظبوطه اللي بتتعمل على الطريقه الشاميه. فهي دي كده. بس طبعا اي حد ما بيحبش مكون بيشيله وبيحط اللي هو بيحبه. يعني حبيبتي تسلمي. لا بس انا دقته تحت الهواء. كل شيء بتعمليه كثير طيب. حبيبتي ربنا يخليك. تسلمي يا رب. جربي شكرا. جربي. تسلمي تسلمي يعطيك العافيه. الله يعافيكي. طيب دلوقتي خلينا نعمل ال انا اشيل هاي خلاص. شيلي اوكي. زي ما قلت بياخد وقت بالفعل لحد ما يجمد شوي. بياخد شويه وقت. خلينا بس نعمل ال نحط الايس كريم. اوكي بصي دلوقتي عندنا دلوقتي هي الطف جزء. دينا معالق يا حبيبتي لو سمحت. اذا احنا بعد ما نكون حطيناه بالثلاجه. حطيناه في الثلاجه. هاتي معلقتين ثلاثه كده. اوكي بتنزل البوزه. لا عندي عندي. أوكي. شوفي في ناس بياكلوه ساده زي ما هو كده طعمه حلو بس مش انا مش من الناس دول. لازم تضيفي عليه. في ناس في ناس بياكلوه بقشطه بلدي. قشطه لازم طازه 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 بس معلقه يعني معلقه ما جراش حاجه. اوكي تفرق في الطعم. وبيحطوا عليه مكسرات تمام. في ناس بياكلوه بايس كريم. اوكي وبرده شويه مكسرات وبرده انا مش منهم. انا بقى انا بتاعتي دي بتاعتي. ده اسمه رز بحليب ماجنم قنبله. تحطي فيه معلقه واحده بس معلقه قشطه تمام. وفوق القشطه بس شويه ايس كريم. شويه ايس كريم ما جراش حاجه. لا ابدا 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 ما جراش حاجه. حلو زياده. فوق الايس كريم بس شويه بندق. طيب وشويه مكسرات. خلاص اذا هيك بنكون عملنا على طريقتك الرز بالحليب. شكرا كثير لك غاده. اهلا وسهلا. شكرا. والاشياء فعلا شكلها مشهيه. يعطيكي الف عافيه. الله يعافيكي. هيك بنكون وصلنا مشاهدينا لنهاية حلقة اليوم من دنيا يا دنيا. ما تنسوا تتابعونا بكرة في حلقة خاصة. زميلتي رندا عازر ودانا أبو خضر رح يكونوا معاكم حتى يقدموا لكم حلقة خاصة بمناسبة ذكرى النكبة. بالطبع حيكون في ضيوف مميزين وفقرات مميزة. من ضمن الضيوف اللي حيكونوا معنا بكرة السيدة سهام الدباغ من مركز التراث الفلسطيني والأستاذ أحمد الرمحي مخرج فيلم خارج الأسوار. وزي ما حكيت لكم في بالإضافة للعديد من التقارير والضيوف الخاصة بهاي المناسبة. نشوفكم بكرة إن شاء الله. باي باي.